أدغال مسكني، عشت طفولتي والذئبة كانت أمي. أنا موكلي أقفز بين الأشجار، أدخل قصتي في كتاب حياتي. هيا تعرفوا بأصدقائي في أعلى قمة، أنا أجلس كالملك أحرس الجميع من الأفعى. وهذا هو بلو يغني دوبي دو، وهذا شخان الذي مني دوما يغار. أنا موكلي سأخبركم قصتي، هيا غنوا معي، هيا اضحكوا معي. ها قد بدأت اليوم أجمل قصة من قصصي، هيا غامروا الآن مع موكلي، هيا غامروا الآن مع موكلي. لقد فقد بالديو وصديقه الوعي. إنها طبيعة البشر، فلقد ارتعبا كثيرا. إذن سوف نرميهما في النهر. سارة، الوقت ليس مناسبا للمزاح. هذا مؤسف، كنت أرغب في رؤية التعبير على وجههما عندما يستيقظان في المياه الباردة. يستحقان ذلك لأنهما حاولا القبض على موكلي. هيا فلنذهب، موكلي ينتظرنا. يمكنني دخول القرية قبل حلول الظلام. لما لا أذهب أنا لإلقاء نظرة موكلي؟ ولكن يا ريكي، من الخطير دخول القرية. خطر بالنسبة إليك، إن رآك القرويون فسيمسكون بك بالتأكيد، لكنني لمس القرية لن يلاحظوني أبدا. هذا صحيح، علي الاحتراس من جاشا، فهو منزعج مني لأني هزمت الأفعى. بالتأكيد، أليس التغلب على أفعى الكبرى صعبا؟ لا، التغلب على أفعي الكبرى هو اختصاصي. حاول ذلك مع بالديو. إذن أترى موكلي؟ سأكون بخير في القرية. إذن اذهب، يجب أن أعرف أين يحتجزون وهار وعائلته. عد إلى هنا بعد أن تعرف ذلك. حسناً موكلي، كن حذراً. أنا حذر دوماً. إلى اللقاء.
بالتوفيق أيها النمس. سأبحث فيه. لا يحتجزون وهار وعائلته هنا. ماذا يبنون يا ترى؟ توقفوا عن العمل واسمعوني. لقد أعددنا من الأخشاب بما فيه الكفاية. ستكون النار جيدة. عبد الله، ما الأمر؟ لا أثر لبالديو بعد. أتظن أن علي تنظيم فرقة للبحث؟ لا، لا أعتقد ذلك. بالديو ورزوان صيدان ماهران، إنهما بخير صدقني. إنهما يلاحقان الصبي. فتى الأدغال خطير جدا، قد يحتاج الصيادان إلى المساعدة. صدقوني الصيادان بخير، لن ننظم فرقة للبحث. حسنا، أنت قائدنا والقرار لك. هيا. سمعت أن عبد الله سيحمل وهار وعائلته على الاعتراف بجرائمهم. أجل، الليلة سيشعلون النار في الخارج. لا يسعني الانتظار. سيكون عرضا رائعا. يصعب علي الانتظار. لا أصدق أننا كنا نعيش مع سحرة بيننا. ما زلت لا أستطيع أن أصدق هذا الأمر. إن سألتني رأيي فهذه العائلة بريئة. أبقي صوتك منخفضا. قد يسمعك عبد الله. ليسوا أبرياء، إنهم سحرة. لقد حاولوا حماية فتى الأدغال، إنهم سحرة. أجل، إنهم سحرة جميعهم. عبد الله محق، يجب أن يعترف الأشرار. 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 لم أرى شيئا كهذا من قبل. لماذا يتوق عبد الله لاعترافهم بسرعة؟ أظن أن شيئا ما يحصل. لا تتكلمي على هذا النحو. عبد الله رجل قوي، إن تحالفنا معه فسيكافئنا، وإن لم نفعل أفضل عدم التفكير في هذا. بجيرة! مرحبا يا صغيرة. أكرو سورة! هل تنوي إنقاذ أصدقائك؟ الليلة. بجيرة، هل رأيت بالديو؟ أجل. رآنا هو وصديقك أيضا، إلى أن فقد الوعي. أجل، ولكن أنتم لم تؤذوهما صحيح؟ هذا صحيح، نظرا إلينا مرة واحدة وفقدا الوعي. صحيح؟ صحيح. أكثر ما أخفهما كان عواءنا وهديرنا. خفا لدرجة أنهما حاولا تسلق شجرة هكذا. تصور أن هذا الخيزران شجرة. كان الصيادان يفعلان المستحيل لتسلقها، لكنهما كانا يقعان من شدة غبواتهما. الرجلان المسلحان كانا يحاولان تسلق شجرة؟ لم يكونا مسلحين حينها. رميا عصيا إطلاق النار من الرعب، وبعد أن وقعا عن الشجرة رأيانا وفقدا الوعي. حسنا، أظن أنهما استيقظا الآن، ما يعني أنهما بدأ مسيرتهما الطويلة جدا إلى القرية. إنني أتألم. كم تبعد القرية بعد؟ لا تسألني. أحسنتم صنيعا. أظن أن باليو لن يزعجنا لبعض الوقت. ولا صديقه، فقد خفا كثيرا. لا أريد التباهي، لكن لو لم نكن أنا وسورا وأكرو في عجلة من أمرنا لكنا جعلناهما يتخليان عن الصيد. أنا أعرف من هذا. إنه ريكي النمس، ذهب للتحقق من القرية. ريكي
هل أنت بخير؟ أجل، أنا بخير، أحمل أخباراً موكلي. قل ما الأمر؟ إن عائلة وهار مقيدة في ورشة عبد الله. ريكي، هل جميرة بخير؟ لكنها ضعيفة. شكراً لك ريكي. ماذا سنفعل الآن؟ ننتظر الظلام ثم نتحرك. سوف نكون خلفك يا موكلي في كل خطوة. علينا توخي الحذر، فالدخول إلى مكان إقامة البشر أمر خطير. أرى الزهرة الحمراء مشتعلة. سوف تضيء القرية بأكملها. لا، لن تفعل، ستضيء ساحة القرية فحسب. سنحرص أنا وريكي على تفادي الساحة. فهمت، ثمة ناران بحسب الدخان المتصاعد، وهما كبيرتان جدا. أجل، ثمة ناران، لكننا لن نسمح للنار بإخافتنا. إن بقينا بعيدا عن ساحة القرية فأظننا سنكون بخير. أجل، صحيح. سواء ثمة نار أو لا، سأحاول إنقاذ أصدقاء البشر. ونحن معاً. أجل. شكراً. هل أنت مستعد للذهاب؟ البشر غاضبون. سنذهب أنا وريكي إلى القرية أولاً. بجيرة، سورة وأكرو، سنرسل إليكم إشارة إن احتجنا إليكم. حسناً، إن وقعت في مأزق أرسل إلينا إشارة، لا تنتظر. هل أنت مستعد؟ مستعد. إنه على الأرض. من هنا موكلي، بسرعة. ماذا كنت تفعل هناك؟ سوف يرونك القرويون موكلي. أنا آسف ريكي. نجحنا. حسناً يا بالديو، أرى أنك تريد إدانة وهاري وعائلته بالسحر والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم، لكن أين ستجد الدليل الذي يدينهم؟ هذا سهل يا ريزوان، سيعترفون، وإن لم يفعلوا فأنا أعرف كيف أصعب الأمور عليهم. موكلي، من هنا. أين بالديو يا ترى؟ أمر أن يكون هو وريزوان قد أمسكا بفتى الأدغال، فآخر ما نحتاج إليه هو ساحر طليق. الطريق أصبح آمناً الآن، هيا. انظر إلى هذه النار، إنها ضخمة. آه.
أسرعي يا امرأة، فالجميع أصبحوا هناك. أنا آتي يا عزيزي. ريكي، هل أنت بخير يا صديقي؟ ما الذي ضربني؟ إنه باب أيها النمس السخيف، يفاجئني أن مقاتل أفاعي الكبرى مثلك لم يقفز جانباً. فعلت، ولكن اصطدمت بالجدار. بأي حال كدنا نصل، يبعد الكوخ بضع خطوات. جيد، هيا فلنذهب. ما هذا الحيوان؟ يا للعجب، إنه نمس. مرحبا أيها الصغير، أترغب في مواجهة كوبرا الليلة؟ إنه بارع. دعني أحاول. تعال إلى هنا أيها النمس الصغير. ممتع. لا تدعه يعضك. استمر في هذا يا ريكي. حان دوري مجددا. هذا ممتع جدا. موكلي، إلى أين أنت ذاهب؟ تعال تعال أيها النمس الصغير. جميرة. ماشوا، يجب أن نرحل عن هذا المكان. أيمكنك مساعدتنا في الهرب؟ هيا عد أيها النمس المخاف. هيا. هلا وريكي. أتريد بعضا من طعامي؟ هيا اقفز لتحصل علي، كدت تنجح هذه المرة. هيا، يمكنك القفز أعلى من هذا. هيا هيا أيها الصغير، اقفز جيدا الآن. هيا من جديد. هيا أشفق على الكوبرا الذي تصادفه. احترس، لقد غضب الآن. وإن يكن يا صديقي، فهو مجرد نمس. أظنك ربحت. استمتع به أيها النمس، كان يفترض أن يكون هذا عشاء. لا أثر لموكلي وريكي، ماذا يفعلان؟ اهدأ يا أكرو. اهدأ؟ كيف لي أن اهدأ يا بجيرة وهما وحدهما في قرية البشر؟ فلنتحلى بالصبر، إنقاذ عائلة يتطلب بعض الوقت. يمكنك أن تتحلى بالصبر متى شئت بجيرة، لكنني شخصيا قلق على ماوكلي. ولماذا الادعاء؟ فأنا قلق أيضا، سأفعل شيئا ما. ماذا ستفعل؟ بجيرة، من المفترض أن ننتظر إشارة ماوكلي هنا. لقد سئمت الانتظار، لا تبتعدا، قد نحتاج إليكما. لدي شقيق يعيش في بلدة كانيوارا، وأعرف أنه لن يمانع إيواءنا. حقاً؟ نعم، يمكنك دائماً الاعتماد على الأشقاء.
والآن ماوكلي، قبل أن نتمكن من الهرب عليك الذهاب لتجد لنا الطعام. أنتم جائعون؟ أجل، لم يعطنا الحارسان سوى الخبز، وكان هذا منذ يومين. أصبحت جميرة ضعيفة للغاية. جميعنا ضعفاء يا ماوكلي، إن لم نأكل فلن نمتلك القوة للهرب من الأشرار. أجل، لقد فهمت وهار، سأخرج وأجد طعاما يكفيكم جميعا. لا تقلقي، ستصبحون أحرارا. شكرا ماوكلي، شكرا، أرجوك كن حذرا. أجل، سوف أعود بعد قليل. أوه ماوكلي، لا تفعل، من الخطير أن تحاول البحث عن طعام. لا أريد أن يعتقلك القرويون، انسى أمر الطعام ماوكلي، فلنهرب فحسب. ولكن جميرة يجب أن تأكل شيئا، تحتاجين إلى القوة لكي تهرب. أنا لا أريد الهرب، أفضل البقاء هنا بدل رؤيتهم يعتقلونك. جميرة، اهدئي يا صغيرتي. يجب أن أعرف أين هو مكان ماوكلي وبسرعة. ها؟ لا بد من أن دخان النار كثيف جدا. بسبب الدخان لا أستطيع التقاط رائحة ماوكلي. ثم خطر هنا. This world can be confusing, and learn.